السيد الرئيس مسيد الامين العام جاء بعد يعني زيارتين اللي قامت بها اللجنه الدوليه او اعضاء اللجنه الدوليه بتاريخ يعني 11 و12 ديسمبر وكذلك في نهايه شهر جانفي. واليوم تشرفنا بهذه الزياره هذه من اجل يعني تفقد كل المنشات التي ستحتضن هذه الالعاب. رافقتنا هذه الصبيحه في هذه الزياره هذه اللي قاموا بها السيد الرئيس مسيد الامين العام وكذلك السيد المحافظ وكل يعني القائمين على تنظيم او العمل على الانتهاء من العمليه التنظيميه لالعاب البحر الابيض المتوسط. ونظن باللي باش لاحظتوا باللي باش يعني كل المنشات يعني جاهزه ووهران كمدينه جاهزه لاحتضان هذه الالعاب هذه. لاحظتم كذلك يعني ما تفضل به السيد الرئيس وقال باللي باش يعني انا جد سعيد وجد مرتاح لما قامت به ولايه وهران وما قام به كذلك السيد المحافظ المشرف على تنظيم هذه الالعاب هذه. فكل هذا يجعلنا في وضعيه مريحه ويجعلنا كذلك نعمل اكثر من اجل ان تكون العاب وهران ان شاء الله من انجح الالعاب التي تم تنظيمها على مستوى المدن المتوسطيه.